العقار الأكثر نجاحا في محاربة الإرهاب هو أن يكون هناك مجتمع واعي مثقف قادر على التفرقة وقادر على مكافحة الفكر الإرهابي قبل أن تقوم الدولة أصلا بمحاربته بالسلاح. أي مكافحة للإرهاب لابد أن تكون مكافحة اجتماعية قبل أن تكون مكافحة بوليسية. عندنا في منطقة الشرق الأوسط نسمع عن الإرهاب وكل ما نفكر فيه أن يكون الجيش أو أن يكون البوليس عنده قدرة على محاربة الإرهابيين بالسلاح، ولكن الإرهابيين لا يستخدمون السلاح في الأغلب، يستخدمون الأفكار للوصول إلى الناس لكي يضمهم إليهم لكي يكونوا وقودا في حربه. ولكن بدون أن يكون عندك مجتمع مفتوح هناك أفكار تستطيع أن تواجه الإرهاب، هناك بيكون مجتمع مفتوح هناك جماعات منظمة سلمية تستطيع أن تواجه الإرهاب، أفكار سياسية وأفكار إبداعية وأفكار فنية تستطيع أن تملأ عقول الشباب بدلا من أن يترك لأن يذهب إلى الإرهاب، إذن لن تستطيع أن تحارب الإرهاب.